وفي هذا الشأن أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أكدت أن ميثاق العمل الوطني بمبادئه وبنوده ساهم في تمكين الشباب وجعله عنصرا فاعلا في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروعات الوطنية. لقد وضع الميثاق الشباب البحريني ضمن أولويات العمل الوطني، باعتبارهم من تقع على عاتقهم مسؤوليات بناء وتطوير مختلف قطاعات المملكة. وساهم الميثاق بمبادئه وبنوده إلى بناء جيل من الشباب ساهم بعمله وأفكاره وطموحاته في رسم ملامح التنمية التي تشهدها المملكة. إن ميثاق العمل الوطني جعل مسيرة الحركة الشبابية في المملكة أكثر تطوراً ونماءً، حيث ساهم في تمكين الشباب وجعله عنصراً فاعلاً في المجتمع وفي عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروعات الوطنية. وتم أيضا زيادة حجم البرامج التي تقدم للشباب والتي تحمل في طياتها أهدافا نبيلة ساهمت في تطوير مهاراتهم وتنميتها في مختلف المجالات، الأمر الذي مهد الطريق أمام شباب البحرين لتحقيق إنجازات كبيرة ومراكز متقدمة على مختلف الأصعدة. كما فتح ميثاق العمل الوطني المجال أمام الشباب البحريني للالتقاء بنظرائه من الدول الخليجية والعربية والعالمية من خلال مشاركاته المستمرة في الملتقيات الشبابية التي ساهمت في تعريفه على تجارب جديدة في المجالات العلمية والابتكارية والفكرية والإبداعية والثقافية وغيرها، واكتساب المزيد من الخبرات التي كان لها الأثر الإيجابي على مسيرة الشباب.